السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات الصف الثالث الفندقي. اليوم حلقة جديدة من حلقات الإدارة الفندقية. النهاردة إن شاء الله هنكمل الفنادق. طبعا خلصنا الفنادق وخلصنا أنواعها وإزاي بنصنفها وكده. النهاردة هنعرف طبعا آخر حاجة خدناها في الحلقة اللي فاتت، اللي هو تصنيف الفنادق بتصنف إزاي، وايه يعني الاساسيات بتاعت التصنيف بتاعها. تمام، اول حاجة هنصنف الفنادق من حيث الدرجات او من حيث التصنيف الاقتصادي. يعني ايه تصنيف اقتصادي؟ تصنيف اقتصادي يعني العائد الاقتصادي اللي راجع منها. يعني انا دلوقتي بعمل فندق كبير بيطلع لي عائد كبير، لان انا صرف عليه كتير وخدماته كتير وكل حاجة فيه متاح. انما لو فندق صغير بصرف عليه يعني على قد فلوسي، الخدمات بتاعته محدودة، طبعا العائد بتاعه بيبقى على قد الايه، على قد المستوى بتاعه. هنعرف النهاردة ازاي نصنفه من حيث العائد الاقتصادي او التصنيف الاقتصادي. اول حاجة هنعرفها الفنادق الفاخرة. فنادق فاخرة من اسمها كده، يعني ايه فنادق فاخرة؟ برافو عليكم، يعني فنادق كل حاجة فيها مطلوبة وكل حاجة موجودة. يعني ايه مطلوبة ويعني ايه موجودة؟ انا دلوقتي كزائر او ضيف بطلب الحاجات بتاعتي، بطلب خدمات، بطلب اي حاجة بطلبها في الفندق من خدمة او اي حاجة موجودة في الغرفة في الفندق نفسه بستمتع بيها في الفندق، يعني زي البسيم، زي مثلا قاعات الحفلات، زي اي حاجة العميل بيستخدمها في الفندق يعتبر خدمة من الخدمات المقدمة له. لما العميل بيطلب حاجة وما بيلاقيهاش هيجي لك تاني؟ مش هيرجع الفندق تاني، هيرجع لفندق احسن منه في الخدمات وبيستخدم تقنيات حديثة وبيلاقي فيها فعلا تمن الفلوس اللي بيدفعها. يعني انا بدفع فلوس لازم اخد خدمات مقدم الفلوس اللي انا بديها دي. تمام، طيب ايه هي الخدمات اللي بتميز الدرجات الفاخرة عن الدرجة الاولى عن الدرجة الثانية وهكذا؟ نعرف دلوقتي جميع الخدمات التي يحتاجها النزيل. زي ايه؟ اماكن تسوق، يعني اي حاجة انا عايزها بعرف اجيبها. اماكن تسوق، خدمات مصرفية. يعني ايه خدمات مصرفية؟ الخدمات المصرفية دي اللي هي يعني مثلا انا مثلا اجنبي عايز اغير فلوس، مش لازم اروح البنك علشان اغير الفلوس بتاعتي وايه واصرف، لا انا بلاقي الخدمات المصرفية عندي فين؟ في الفندق. يعني ما فيش فرصة ان انا اتحرك من الفندق اصلا. خلاص، البريد اللي هو انا عايز ابعت حاجة، انا شغال رجل اعمال عايز ابعت حاجات للشغل بتاعي، لازم الاقي بريد ببعت، مش لازم ايميلات وحاجات من لان الايميلات والحاجات دي بتبقى عايزة ايه، انترنت، مثلا فاكس، تيليكس، الحاجات اللي هي ايه بتاعت رجال الاعمال دي. خلاص، انما البريد انا ببعت حاجات عينية تبع البريد، يعني من هنا مثلا لدولة تانية، من هنا مثلا لنفس المكان برضو بس ايه محافظة تانية. تمام، البريد دي وظيفته. طبعا انا برضو عايز قاعات اجتماعات. قاعات اجتماعات ليه؟ لاني انا كرجل اعمال عايز اعمل اجتماعات، مثلا بدعو رجال الاعمال اللي موجودين عندي في نفس البلد ديت او من بلاد تانية، وبعمل لهم طبعا حفلات في المكان اللي انا ايه اللي انا قاعد فيه. ما ينفعش ان انا اخرج من المكان اعمل اجتماعاتي في مكان تاني، امال انا جاي وبدفع فلوس ليه؟
يبقى انا كل حاجه العميل بيطلبها لازم يلاقيها، دي اسمها الدرجه الفاخره. بعد كده تأجير سيارات. تأجير السيارات طبعا العميل اما بيجي ما بيبقاش مع السياره بتاعته لانه من بلد تانية، مش هيجي بالسياره بتاعته، لا بيجي طياره وبعد كده بيأجر سيارات بتنقله من مكان لاخر تبع الشغل بتاعه. يبقى انا بقى اخليه يخرج ولا اجر عربيه من بره وكده، لا الفندق بيوفر له تأجير سيارات طبعا، غير الخدمات الاضافيه اللي هي المطاعم. طبعا العميل اما بيقعد في الفندق طبعا لازم يلاقي مطاعم مجهزه. يعني ايه مطاعم مجهزه؟ يعني انا مثلا من دوله عربيه، دولة عربية يعني أكلي أو من أي دولة، يعني أكلي مميز. أنا يعني مثلا أنا ممكن أكل الأكل المصري ده كحب استطلاع أتعرف عليه وكده، بس أنا في الدولة في أي مكان أنا بحب الأكل بتاع البلد بتاعتي، زي المصريين كده ما بيروحوا في أي مكان بيشتاقوا للأكل الإيه؟ الأكل بتاع المصريين، بياكلوه في أي مكان. نفس الحكاية اي ضيف عندنا بيشتاق او بياكل الاكل بتاعه، بيستريح للاكل بتاعه، لازم اوفر له كل المطاعم للخدمات بتاعته هو، للاكل بتاعه هو، للاكل بتاع البلد ايا كان بلده، عربي بقى اجنبي ايا كان البلد بتاعته، لازم اوفر له الايه المطاعم المخصصة ليه. بعد كده طبعا البارات، الرجال الاعمال طبعا ما بيجوش عشان شغل بس، لا بارات واماكن ترفيهيه واماكن رياضيه. الاماكن الترفيهيه والاماكن الرياضيه دي يعني منتشره في الفنادق ككل، بس بتبقى بمستويات. طبعا اماكن الترفيه دي بتبقى داخل الفندق نفسه، والاماكن الرياضيه طبعا مثلا حمامات سباحه، جيم، ألعاب رياضية مختلفة. طبعا كل ما بجهز الأماكن دي تجهيز عالي، كل ما بتاخد درجة إيه أعلى. طبعا الفنادق دي بتبقى أسعارها عالية جدا وبتبقى مميزة بحجمها، طبعا عدد الغرف بتاعها بيبقى كبير جدا وضخامتها، الغرفة نفسها بتدخل، ممكن تدخل الغرفة مش عايز تخرج منها. ليه؟ لان الغرفة بتبقى فيها كل حاجة، بتبقى فيها كل حاجة، كل الخدمات. بيبقى فيها لو مثلا جناح بيبقى فيها طبعا غرف نوم مجهزة بالتجهيزات بتاعتها، عندي ريسبشن للغرفة، عندي ممكن اعمل اجتماع في الريسبشن اللي هو الخاص بالجناح بتاعي. لو انا مثلا الغرفة نفسها فيها كل الخدمات، ان انا مش لازم اتحرك من الغرفة علشان اعمل ايه، اعمل مثلا ايا كان الخدمة اللي انا عايزها. طبعا لازم يكون موقع الفندق مميز جدا، مميز من حيث الخدمات المقدمة للزائرين. يعني ايه؟ يعني موقع الفندق بجوار كل الخدمات، كل الخدمات ايا كانت الخدمات اللي العميل بيطلبها بيلاقيها بجوار الايه، بجوار الفندق. وطبعا المواصلات بتاعته بتبقى سهلة. ليه؟ لانه في قلب الايه، في قلب المكان اللي هو مجهز بجميع الخدمات. طبعا الديكورات بتاعت الفندق بتبقى ديكورات مميزة جدا و شكلها يوحي بان انا في فندق ضخم. طبعا الضخامة في الديكورات بتؤدي الى ان العميل اما بيجي يدفع فلوس بيحس ان هو مرتاح نفسيا، لان الديكور مريحه نفسيا في المكان. وطبعا التجهيزات والديكورات ديت
بتدي العميل ان هو في مكان مريح، وطبعا التقنيات الحديثة اللي بيستخدمها في الفندق اكيد بيخليه مرتاح نفسيا ومش عايز يمشي بمعنى صح. عشان كده بنقول ايه، بنقول العميل اهم حاجة، الراحة النفسية له. طبعا ارضاء العميل من اهم حاجة عندنا في الفندق، لان كل اللي شغالين في الفندق اهم حاجة عندهم راحة العميل ورضا العميل. طبعا العميل لما بيرضى عن المكان بيجي مرة واثنين وثلاثة. بعد كده الفنادق الدرجة الاولى، فنادق الدرجة الاولى بالمقارنة بالفنادق الفاخرة طبعا اقل في الامكانيات، اقل في التجهيزات، اقل في الديكورات، اقل في كل حاجة، واكيد هنقول اقل في الايه، في السعر، لان احنا بنتكلم عن التصنيف الاقتصادي، يبقى احنا لازم نتكلم عن الفلوس اللي بتدفع والعائد اللي بيجيلي. طبعا زي ما احنا قلنا لازم العائد اللي بيجيلي يكون مناسب للفلوس اللي انا ايه، اللي انا بدفعها، يعني علشان يبقى في توازن. انا مش عامل المشروع عشان اخسر، لا، انا عامل المشروع علشان يكسب وايه، ويديني عائد ايه، عائد مادي. طبعا بعد كده التصنيف الثالث، التصنيف الدرجة الثانية. طبعا تصنيف الدرجة الثانية دي تبقى ايه، اقل في الامكانيات، اقل في الخدمات، اقل في ايه، في التجهيزات. يبقى احنا كل ما بنتكلم عن التصنيف الاقتصادي يبقى لازم نتكلم عن التجهيزات والايه والخدمات، لان العميل اما بيدفع فلوس بيدفع فلوس لراحته. قلنا التجهيزات ديت هي اللي بتخلي العميل يرتاح نفسيا. طبعا تجهيزات، بعد كده خدمات. برافو عليكم. يبقى احنا لازم نعملها كده ونشغل دماغنا كده بالراحة علشان نفهم ازاي بنصنف اقتصادي. خلاص، كل لما بننزل بالدرجة كل لما بتقل في الخدمات، كل لما بتقل فين، في السعر بتاعها. يبقى التصنيف الاقتصادي بتاعنا الدرجة الثالثة، بعد كده اقل في الخدمات، اقل في الاسعار، اقل في مستوى الايه، الخدمات، وطبعا اقل في مستوى الديكورات. طبعا الفنادق الاقتصادية ديت بتبقى فنادق متواضعة جدا. يعني ايه فنادق متواضعة جدا؟ يعني تجهيزاتها متواضعة، ديكوراتها متواضعة، المكان نفسه مش مميز. ليه؟ لان طبعا كل ما المكان مميز كل ما الايه، الدرجة بتعلى. يعني انا ما اجيبش فندق اقتصادي واعمله في وسط البلد في مكان حي، في مكان حيوي، لان الفندق اما بيبقى في المكان الحيوي ده لازم يبقى على مستوى المكان. ما ينفعش اعمل فندق متوسط او متواضع في الامكانيات بتاعته ما بين فنادق عالية، لان طبعا لو انا عملت كده هيبقى اولا المكان مش مناسب اصلا لخدمات العميل اللي موجود، لان العميل اللي في الفنادق الاقتصادية ديت عايز اسعار متوسطة، اسعار منخفضة في كل حاجة، مش في الفندق بس، في جميع الخدمات المقدمة ليه. تمام، يبقى انا لازم اعمل حسابي في الموقع بتاع الفندق يبقى ايه، مناسب لنوع الفندق ونوع الخدمات بتاعتي. خلاص، يبقى اخر حاجة عندنا الفنادق الايه، فنادق الدرجة الثالثة اللي هي الاسعار بتاعتها رخيصة ومتواضعة في الخدمات بتاعتها. بعد كده اللي هو مرتبط برضو بنفس الكلام، الاسعار او هنقول بقى ايه، اجمالي بقى اللي احنا قلناه، فنادق فاخرة وبعدين مرتفعة الاسعار وبعدين متوسطة الاسعار وبعدين اقتصادية وبعدين الرخيصة ديت اللي هي بتبقى
مثلا شقق معروفة بتبقى فيها، بيبقى كل واحد له أوضة، بس بيبقوا مجتمعين في بعض، في مثلا في مكان الطعام، بيبقى الخدمات بتاعتهم مفيش، يعتبر مفيش خدمات خالص. دي الفنادق الايه الرخيصة خالص، اللي هي بتبقى طبعا في أماكن معروفة، اللي هي الأماكن المتواضعة. تمام. بعد كده تصنيف الفنادق من حيث النجوم. يعني ايه من حيث النجوم بقى؟ انا كمنظمة رايح اصنف الفندق ده، هصنف الفندق ده 7 نجوم، 5 نجوم، 3 نجوم، ايا كان النجوم بتاعتنا، هصنفها على اساس ايه؟ على اساس ايه؟ كل حاجة مرتبطة ببعضها. يعني احنا اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي برضو هيتقال هنا. ليه؟ لان النجوم تابعة لنوع الفندق، تابعة لنوع الخدمات المقدمة في الفندق، تابعة لسعر الفندق، يبقى كل حاجة مرتبطة ببعضها. انا دلوقتي لو عندي الفندق بتاعي فاخر، خدماتي لسه قايلينها دلوقتي، الخدمات فاخرة، ديكورات فاخرة، طبعا كل الخدمات المقدمة للنزيل موجودة، النزيل ما بيطلبش حاجة إلا إذا يعني عملناه على طول بسرعة فائقة. ليه؟ لأن العاملين اللي موجودين أصلا، العاملين اللي موجودين داخل الفندق دول أصلا مميزين. وطبعا العاملين من ضمن الحاجات اللي بصنف عليها الفندق، العاملين اللي داخل الفندق. طبعا الاسعار بتاعتي بالنسبة للكلام ده بتبقى اسعار عالية، ان احنا متفقين على الكلام ده. بعد كده ال4 نجوم بتبقى اقل، وسعرها اقل، وخدماتها اقل، وهكذا لحد الفنادق النجمة الواحدة اللي هي الفنادق الرخيصة او الفنادق الاقتصادية، اللي هي ايه؟ اسعارها رخيصة خالص، خدماتها متواضعة خالص، ديكوراتها اقل في الايه، في الديكورات في المستوى. خلاص، يبقى كله مرتبط ببعض ولا لا؟ كله مرتبط ببعض. طيب احنا عندنا بقى، انا كمنظمة رايح اصنف الفندق ده، بصنفه على اساس ايه؟ هنجمع بقى الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي، وهنعرف ازاي بنصنف الفندق 3 4 نجوم، 5 نجوم، فاخر، ممتاز، ازاي. اول حاجة عندنا الموقع، لسه قايلين دلوقتي الموقع بتاعنا لازم يبقى مميز، لازم يبقى التقييم بتاع الفندق بتاعي مناسب للايه؟ للمكان بتاعه. طبعا في عندنا فنادق في مكان هادي، جميع الخدمات فيه، بعيد عن الضوضاء، بعيد عن مصادر التلوث، بعيد عن كل حاجة بتسبب ضوضاء للعميل، يبقى ده فندق ياخد درجة عالية ولا درجة متوسطة؟ درجة عالية طبعا. ليه؟ لأنه بيوفر كل الهدوء للنزيل. النزيل لما بيجي الفندق بيبقى محتاج ايه؟ راحة وهدوء، راحة نفسية. انا مش جاي عشان اسمع الضوضاء من بره، واسمع الضوضاء من جنبي، من الغرفة اللي جنبي، واسمع الناس بتتخانق، واطلب حاجة الخدمة ما بتجيليش على طول، التكييف بايظ، الخدمات مش موجودة. لا، انا جاي الفندق علشان ارتاح، بدفع فلوس علشان ارتاح. وكمان انا كعميل بقارن ما بين الفنادق. الموقع مهم جدا بالنسبة لي علشان اوصله بسهولة، علشان كل الخدمات اللي انا عايزها
الاقيها جنبي، محتاجش ان انا يعني عايز مثلا ايه ازور بعض الاماكن السياحية، الاقيها جنبي، مش لازم اسافر سفر علشان اروح المزار ده او المكان السياحي اللي انا عايز ازوره وهكذا. يبقى الموقع بتاعي مميز جدا جدا، بالاخص بقى الفنادق العلاجيه. الفنادق العلاجيه ديت لازم تبقى فنادق فاخره، تبقى مناسبه للراحه النفسيه للعميل، للراحه الجسمانيه. طبعا العميل لما بيبقى تعبان بيبقى محتاج مكان راحه نفسيه وراحه جسمانيه. بيبقى ملحق بالفنادق ديت طبعا مستشفيات بنفس مستوى الفندق، بنفس مستوى الايه الفندق. يبقى انا لازم اعمل ايه؟ لازم اوازن ما بين الخدمات بتاعتي والمكان بتاعي. يبقى فندق علاجي، يبقى انا لازم ايه مكان مميز من كل حاجة. خلاص، هادي بقى، بعيد عن التلوث، بعيد عن الضوضاء، في جميع الخدمات الطبية، بجوار مستشفى، بجوار وهكذا. ليه؟ لان العميل جاي يرتاح ويعمل ايه ويبقى في راحة نفسية وفي راحة جسمانية ويتعالج كمان في نفس الوقت. تمام. تاني حاجة، التصميم المعماري والاعتبارات الانشائي. طبعا التشطيب بتاعي اللي هو الانشاء بتاع الفندق، الانشاء بتاع الفندق. الانشاء بتاع الفندق يعني ايه انشاء؟ يعني الفندق كهيئة، كهيئة من بره، الشكل الخارجي بتاعه ايه؟ انا مش عارف الفندق ده خدماته ايه من جوه، بس انا لو بصيت عليه من بره اتخيل ايه اللي موجود جوه. بس طبعا لازم يبقى الاتنين مناسبين لبعض، ما يبقاش الفندق من بره شكل وشكل كده وهيبة كده وتصميم معماري مميز وديكورات من بره، وادخل جوه الفندق الاقي فيه حاجات مختلفة، العاملين اللي فيه مش شغالين، التصميم من جوه مش مناسب للي انا شايفه بره. لا طبعا، يبقى كل حاجة لازم تبقى مناسبة لبعضها. التصميم، ادخل اللوبي الاقي الحاجة فخمة، ادخل الغرفة الاقي فخامة، كل حاجة، كل حاجة بتعبر عن مستوى الفندق. يعني تخيلوا كده، انا لو دخلت فندق ولقيت من جوه كل حاجة انا عايزها، هبقى احتاج ان انا اروح فندق تاني، هدور على فندق تاني، هدور على مكان تاني احسن من كده؟ لا. ليه؟ لان انا شايف ان كل حاجة موجودة، والراحة النفسية والراحة الايه بتاعت النظر. انا ما ببقى باصص لحاجة كده. وطبعا الموقع بتاعه ده لو كان بقى مميز وعلى خضرة بقى وبحر ونيل وكده، يبقى الحاجة بقى الفندق ده ياخد السبع نجوم من اول نظرة، من اول دخلة كده. يعني اللي رايحين يقيموا، المنظمة اللي راحت تقيم الفندق، سبع نجوم على طول. طبعا التشطيب المعماري ده مهم جدا، ده الخارجي. الداخلي اللي احنا قلنا عليه، جوه اللوبي المكان، وكمان تشطيب الغرفة نفسه. انا لو دخلت الغرفة ولقيتها واسعة، ولقيت التشطيب بتاعها كده مريح للنظر ومريح للحالة النفسية كده، وفي موسيقى هادئة كده بسمعها، انا نفسي رحتي النفسية. يعني انا لو جاي متنفس وجاي ورايا ضغط شغل وورايا ايه، هلاقي نفسي مش عايز امشي، مش عايز امشي من المكان ده. وكمان ادي الفندق درجة فاخرة على طول.
طبعا الحجرات بتاعتي لازم تكون تصميمها مميز، الكهرباء بتاعتها مميزة، يعني في بقى إضاءات كده مختلفة، إضاءة خافتة، إضاءة ملونة، إضاءة كده، يعني إيه بتحسس العميل من هو إيه في مكان كده مميز. طبعا المية والصرف والكلام ده طبعا ما يبقاش فيه بقى صرف مش عارف إيه والمية بتتقطع والكلام ده، طبعا ما ينفعش الكلام ده. ما تدخل الحمام تلاقي تصميم الحمام مميز كده، التشطيب بتاعه كده، تشطيب الحمام كده طبعا مميز، وكل حاجة فيه مجهزة على أعلى مستوى. طبعا ده من غير حاجة هياخد ايه أعلى تصنيف. بعد كده التجهيزات الفنية، ايه بقى التجهيزات الفنية اللي داخل الفندق؟ كل حاجة، الإضاءة، تليفون، الإذاعة الداخلية، التكييف المركزي، الفاكس، أجهزة الإنذار، مكافحة الحريق، الثلاجات، الغرف، التبريد، التلفزيونات، كل حاجة العميل بيحتاجها داخل الغرفة وداخل الفندق نفسه. طبعا التكييف المركزي داخل الفندق ما بيحسسكش بقى ان انت في الجو الحر، يحسسك ان انت حران وفي حاجة مختلفة في الجو البرد. طبعا التكييف المركزي ده بيبقى تكييف للفندق ككل، وبيحسس النزيل براحة، براحة جسدية وراحة ايه، براحة نفسية. طبعا التلفزيون، طبعا في بعض السائحين بيبقوا محتاجين بعض القنوات، طبعا انا بجهز التلفزيون بتاعي على حسب القنوات اللي خاصة بالنزلة، يعني انا بشوف النزلة بتوعي بيجوا من بلاد ايه، وبجهز القمر بتاعي او الطبق بتاعي بتاع التلفزيون او التلفزيونات الحديثة، طبعا بظبطها على قنوات النزيل يعرف يتفرج عليها. طبعا النزلاء من جميع انحاء العالم، يبقى انا اجيب لهم طبعا التلفزيونات الحديثة الايه اللي ممكن يلاقوا فيها جميع الايه، جميع القنوات اللي هم بيحبوها. طبعا اجهزة الانذار عشان لو في مثلا حريق او في طفايات حريق او في اجهزة جديدة بتاعت الايه، بتاعت مكافحة الحرائق. بعد كده غرف النزلة، الغرف مش معنى الغرف اللي هي الغرف نفسها من جوه بقى، لا احنا شفنا الغرف وتجهيزاتها، لا عدد الغرف نفسها، عدد الغرف طبعا بيبقى كبير جدا. لو هي فنادق كبيرة بتبقى كبيرة، لأن طبعا الطلب بتاعها بيبقى كبير، علشان هي في موقعها مميز بتبقى ايه الطلب عليها كبير، وأفواج من بلاد مختلفة بيجولها. إنما لو فندق اقتصادي بتبقى الغرف بتاعها متوسطة. يبقى أنا برضو عدد الغرف بيبقى لها ايه مستوى في التصنيف، يبقى الغرف نفسها له لها ايه، لها مستوى في الايه، في التصنيف. طبعا الغرف فيها اسرة، الاسرة ديت لها مقاييس. انا داخل الغرفة، لو فيها مثلا في دبل وفي سنجل وفي تريبل وهكذا، لو مثلا أسرة مع بعضها بتبقى الغرف مفتوحة بباب داخلي فيها عدد الأسرة بتاعتهم، طبعا لازم تبقى مناسبة للعدد اللي موجود اللي هيدخل الغرفة. يعني لو أنا مثلا عندي مثلا 5 أفراد داخلين غرفة أو داخلين غرفتين مفتوحين بباب داخلي، طبعا عدد الأفراد لازم يكون مناسب لعدد الأسرة اللي موجودة. التجهيزات نفسها والكومودينات بقى والأدوات الكتابية وسلة المهملات والإضاءة ومحتويات الغرفة، الدولاب
بتاع الملابس طبعا لازم يبقى فيه دولاب ومجهز، علشان طبعا الملابس بتاعت الايه بتاعت النزلاء نفسهم هيحطوا هدومهم فين، لازم الملابس بتاعتهم يبقى لها ايه، لها مكان، ولازم يبقى مميز طبعا، لازم يبقى نظيف والحاجة بتاعته ايه نظيفة. كل ده من ضمن الحاجات اللي بيصنف عليها الفندق ويتحط له درجة، ايا كان بقى. طبعا الدرجات متنوعة ومتفاوتة، انا وانا رايح كمنظمة بصنف الفندق، بشوف الحاجات دي كلها، كل حاجة في الغرفة، كل حاجة في الفندق بيتاخد عليها درجات. لو حاجة مش متناسقة مع المكان، طبعا الفندق درجته بتقل. بعد كده حمامات الغرف، طبعا في الغرف المميزة او في الغرف الكبيرة لازم الفندق مميز. في الفندق المميز بيبقى الغرف ملحقة بالايه بالحمام، ماشي؟ يبقى انما لو فندق اقتصادي او رخيص بتبقى الحمامات ممكن يبقى غرفتين او ثلاثة مشتركين في حمام واحد وهكذا. انتوا عارفين طبعا الفنادق الرخيصة بتبقى ايه الخدمات بتاعتها اقل، مش زي الفنادق الكبيرة اللي هي الغرفة بيبقى لها الحمام مخصص ليها. طبعا الحمام بيبقى التشطيب بتاعه مميز جدا، المساحة بتاعته بتاعة الحمام نفسه مناسبة للغرفة. لو الغرفة كبيرة طبعا الحمام لازم يبقى كبير ومناسب للغرفة. عندي طبعا كل التجهيزات اللي داخل الحمام، زي ايه؟ زي التشطيب وزي المية باردة وسخنة، والحوض طبعا بالمرايات بالرفوف بتاعته، طبعا الاكسسوارات بتاعت الحمام، البانيوهات، مستلزمات الحمام طبعا، البشاكير، الفوط، الصابون، المناديل الورقية، طبعا الكلام ده كله. الإضاءة برضو بتاعت الحمام لازم تكون مميزة. التشطيب بتاع الحمام لازم يكون على اعلى ايه، على اعلى مستوى، تمام؟ خلاص، يبقى الغرفة بالملحق بتاعها اللي هو الحمام لازم يكونوا على مستوى واحد علشان ياخد الدرجة المستحقة ليها. بعد كده حمامات السباحة، حمامات السباحة دي بتبقى لازم في الفنادق الكبيرة، لان انا دلوقتي كسائح او كنزيل رايح الفندق علشان احس بالراحة. من ضمن الراحة ان انا انزل حمام السباحة. حمام السباحة ده مهم جدا للسائحين بالاخص. في بقى التشطيب بتاع الحمام، الحمام لازم يبقى مناسب لعدد الغرف. يعني ايه مناسب لعدد الغرف؟ انا ما ينفعش الفندق بتاعي كبير النزلة كتير، لان الفندق كبير يبقى عدد الغرف كبير يبقى النزلة كتير، اعمل بقى حمامات صغيرة جنب بعضها كده والحمام، لا ما ينفعش حمام السباحة يبقى صغير خالص. يبقى انا لازم اعمل حمامات كبيرة ومناسبة للنزلة. يعني ايه مناسبة للنزلة؟ يعني في نزلة بيحتاجوا ان مثلا يبقى في حمامات للرجال وحمامات للسيدات، حمامات سباحة، اعمل الكلام ده. في نزلة مثلا بيفضلوا الحمامات السباحة المغطاة علشان السيدات، اعمل الكلام ده. كل حاجة النزيل بيطلبها اوفرها، حتى لو الحمام السباحة مكشوف والنزيل طلب كده يبقى انا عندي امكانية لكده. في طبعا انتوا عارفين حمامات السباحة اللي هي مغطاة، اللي هي ممكن زي العربية اللي هي بتبقى سقفها متحرك، انا ممكن افتح السقف او اغطيه. نفس الكلام حمامات السباحة ممكن تبقى مكشوفة
او العميل لو طلب ممكن ايه اعمل كفر للحمام السباحه وايه ويبقى فيه ايه غطاء لحمام السباحه. خلاص يبقى كل حاجه العميل ممكن يطلبها يلاقيها. طبعا المساحه بتاعته ومستوى التشطيب والمساحه بتاعت المتر المكعب والمحيطه بها. الحمام مش حمام سباحه بس، لا حمام سباحه ومكان ملحق بيه. يعني ايه حمام سباحه وملحق بيه؟ طبعا الحمام السباحه بيبقى في مكان بره الحمام، بيبقى النزيل بيبقى فيه طبعا كراسي قبل النزيل ما ينزل الحمام، او قبل وبعد ما يطلع من الحمام بيبقى فيه كراسي مجهزه للنزله قبل وبعد الايه وبعد نزولهم من حمامات السباحه. لازم يبقى المكان المحيط بحمام السباحه ده مناسب للعدد اللي هينزل فيه. يعني انا ما يبقاش عندي العدد كبير والمستخدمين بتاع الحمام السباحه كبير والمحيط بالحمام صغير، يعني اعمل يا دوبك جزء بسيط واحط الكراسي وخلاص. لا، بيبقى في اطفال عايزين يلعبوا حوالين الحمام، بيبقى في مثلا ناس بيبقوا خارجين من الحمام عايزين مثلا الشمس وكده، بيبقوا محتاجين ان هم يقعدوا على الحمام شويه وهكذا. يبقى انا لازم التشطيب بتاعي والمكان المحيط بالحمام ومساحه الحمام تبقى مناسبه لايه للنزله اللي موجودين عندي. خلاص. بعد كده الاماكن العامه واماكن خدمه النزله. ايه اماكن العامه؟ يعني ايه اماكن عامه في الفندق؟ الاماكن العامه ديت يعني الاماكن اللي بتستقبل العميل، او الاماكن اللي بيبقى فيها خدمات للعميل. تمام. انا دلوقتي اما العميل بيجي لي الفندق، اول حاجه بيشوفها ايه؟ اول حاجه بيدخل عليها ايه؟ اللوبي. طيب انا عندي الفندق كبير وعدد الغرف كتير وعدد النزله كتير، يبقى انا لازم اعمل اللوبي بتاعي عامل ايه، شكله ايه؟ كبير جدا، علشان يستوعب العدد بتاع الايه بتاع النزله. لان ممكن مثلا فوق يجي لي مره واحده فوق كبير من مكان ما وعايز مكان استقبال، اوديهم فين لو اللوبي بتاعي صغير؟ انا عندي العدد كبير يبقى انا لازم اللوبي بتاعي ايه يبقى كبير. خلاص. خدمات بتاعتي طبعا اماكن حفظ الحقائب، المطاعم بتاعتي، المطبخ، المخازن، الكافيتيريا، الخدمات الطبية المصرفية وهكذا، جميع الخدمات العامة المقدمة للإيه؟ للنزيل. طب إيه علاقة المطبخ بالخدمات العامة أو بخدمة النزيل؟ يعني إيه علاقة المطبخ بالكلام ده أو المطعم؟ طبعا له علاقة كبيرة جدا، لان انا لو انا عندي الفندق كبير والمطبخ لقيته صغير مش مناسب لعدد النزلة، انا هعمل يوميا لعدد النزلة اللي موجودين دول فطار وغدا وعشاء، او على حسب الوجبات المقدمة ممكن فطار وغدا وعشاء او ممكن فطار وعشاء بس. بس عدد النزلة اللي عندي كبير، هعمل اكل فين؟ انا عندي المطبخ صغير. المطبخ ده تجهيزاته عاملة ازاي؟ التجهيزات بتاعتي لازم تبقى مناسبة للكلام ده. انا يوميا بعمل وجبات لألف عميل مثلا، يبقى المطبخ عامل ازاي؟ يبقى المطبخ بتاعي كبير، تجهيزاته كتيرة كبيرة ضخمة، يعني عندي بوتاجازات ضخمة، عندي ثلاجات للحفظ، عندي أماكن للتجهيز، تجهيز الـ طبعا الوجبات والتحضير، وطبعا عندي كذا نوع من المطبخ. يعني ايه كذا نوع من المطبخ؟ انا عندي كذا مطبخ، انا عندي مطبخ ساخن ومطبخ بارد،
المطبخ الساخن للوجبات الأساسية اللي هي الغداء أو الفطار، والمطبخ البارد اللي هو الايه الحلواني، او في عندي مخبوزات، او في عندي مثلا المطبخ برضو في عندي. لازم يبقى المطبخ نفسه من جوه منفصل. يعني ايه منفصل؟ الوجبة الرئيسية مثلا عندي في، انا بعمل، ممكن اعمل فراخ، ممكن اعمل لحمة، ممكن اعمل سمك، ممكن اعمل مثلا مخبوزات، ممكن اعمل المطبخ من جوه تجهيزاته. ما ينفعش اعمل حلواني مع وجبة رئيسية، ما ينفعش ادمج ده كله مع بعضه، ما ينفعش اعمل سمك في مطبخ فيه فراخ، ما ينفعش. الروائح اولا بتختلط، الاكل هياخد ريحة الحلويات او العكس، السمك هياخد ريحة الفراخ او الفراخ هتاخد ريحة السمك. يبقى لازم المطبخ نفسه تجهيزاته من جوه لازم يبقى على المستوى اللي انا بقدم عليه الاكل. طبعا العميل لو حس او وهو بياكل ان في حاجة غلط، ان الاكل مش مستوى اللي انا عايزه، مش هو ده التجهيز اللي انا بدفع عليه فلوس، انا باكل اكل لازم استمتع بالاكل اللي انا باكله. الشيفات نفسها اللي بتشتغل في المطبخ ده لازم يكونوا على اعلى مستوى، علشان انا مستواي عالي لازم يبقى مستوى المطبخ عالي، لازم يبقى تجهيزات المطبخ عالي، علشان العميل يستمتع بوقته، بيستمتع باكله. بعد ما خلصنا المطبخ ندخل على المطعم. المطعم انا وانا بقدم للعميل، وانا بقدم للعميل الاكل، الناس اللي بتقدم دي مستواها عالي، عارفة طرق التقديم المختلفة للعملاء، مستوى التجهيزات نفسها اللي هي الفضيات. الفضيات دي مهم قوي، لان العميل بيستخدمها في الاكل. العميل لو حس ان الفضيات اللي بياكل بيها، اللي بياكل بيها مش نظيفة بس، مشكلة. لو العميل حس ان الفضيات مش مناسبة للمكان دي مشكلة كبيرة. يبقى لازم كل حاجة، حتى الفضيات اللي العميل بيستخدمها، الفضيات اللي بياكل بيها، المكان اللي بياكل عليه لازم يبقى نظيف. المطعم مجهز بجميع التجهيزات المميزة. ليه؟ علشان انا فندقي مميز، انا فندقي عالي، لازم كل حاجة تبقى مميزة. محلات التسويق طبعا لازم يبقى في محلات تسويق، وهكذا. الأنشطة الترفيهية لازم تبقى مجهزة تجهيزات عالية. الأنشطة الترفيهية زي الرياضة والديسكو والبار والسينما والكلام ده اللي احنا قلنا عليه، اللي هو التجهيزات اللي العميل بيطلبها والخدمات اللي العميل بيطلبها، عشان لو العميل عايز يعمل حفلة مثلا يلاقي مكان. آخر حاجة مستوى ومؤهلات العاملين والخبرة بتاعتهم. طبعا المستوى اللي احنا لسه قايلين عليه دلوقتي في كل مكان، من اول الاستقبال لحد ما العميل يمشي، مفيش حد يبقى من العاملين اللي موجودين داخل الفندق يبقى مستواه اقل من التجهيزات، اقل من الفندق، اقل من اي حاجة. احنا كده عرفنا ازاي بنصنف الفنادق، وعرفنا ايه هو التصنيف بتاع الفنادق، اقتصادي ودرجات واسعار ونجوم. طبعا احنا كده خلصنا الباب بتاع الفنادق كله. يا ريت تكونوا استفدتوا بحلقات الفنادق ديت، واهتموا قوي بالباب ده كويس، لان الامتحان دايما بيجي من الباب ده. اتمنى لكم التوفيق والنجاح.
وأشوفكم على خير الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.